هي جاهزة للانطلاق بإذن الله. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق الشوط السادس انطلاقة قوية، وهنا مشاهدة للخيل المجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ لمسافة 1200 متر، 12 راس في هذا الشوط بعد انسحاب رقم 10 قاطع. نشاهد الاندفاع القوي لكل الجيادة نحو المقدمة وباتجاه المنعطف قبل الأخير، الصدارة على ما يبدو لي من خلال رصاصة، والمحاولات تأتي من أجال في المركز الثاني والمركز الثالث دوحة الشعار السماوي. إذا الصدارة مع رصاصة حتى الآن ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم والخيال قيس البوسعيدي مع المدرب محمد خالد الأحمد. الجيات تتجه نحو المنعطف الأخير. إذا نستمر وإياكم في آخر 400 متر، نشاهد المحاولات من أجال من وسط الجياد لخطف الصدارة، دوغان من الجهة الخارجية، المحاولات قوية جدا أيضا من أدميرال والبقية الباقية. أجال حتى الآن في المقدمة، رصاصة في المركز الثاني، محاولات دوغان وأيضا هنا مزون في المركز الثالث، ولكن التقدم والدفاع هنا لنفس المالك، هنا سرمد بثيلة والتقدم مطر أبرز الترشيحات، ولكن في نهاية المطاف إلى المركز الأول رقم اثنين سرمد بثيلة إلى المركز الأول ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم والمدرب محمد خالد الأحمد. And the official results for the sixth race of the evening: the winner, horse number two, Sarmad Bathaila, owned by Sabaya with Ibrahim, trained by Mohammed Khalid, ridden by Alberto Sana. Second horse number five, Martyr, owned by Ahmed Hassan and Malki Al Jahani, trained by Hamid Al Jahani, ridden by Luke de Lozier. Third horse number nine, Wadha, owned by Saif Rashid, Saif Al Khairin, trained by Bedr Al Balushi, ridden by Ronan Thomas. Fourth horse number four, Admiral, owned by Khalid bin Jassim bin Thani Al Thani, trained by Ibrahim Malki, ridden by Trevor Patel. And in fifth place, horse number 11, Dogan, and Mr. Nasir Awaida, Salam Al-Hajri, trained by Waida Al-Hajri, ridden by Fali Bughanaim.